رسالة مستعجلة وجهها أئمة وموظفو قطاع الشؤون الدينية اليوم في وقفتهم الاحتجاجية بمقر المركزية النقابية بالعاصمة. الأئمة طلبوا الرئيس بالتدخل وإعادة الاعتبار لأئمة ومشايخ الزوايا ومنتسبي الشؤون الدينية. نقدم طلبا هذا إلى السيد فخامة رئيس الجمهورية الذي سانده الأئمة والعلماء وشيوخ الزوايا ولا يزال يساندونه في إعطائنا أو في تمكيننا من حقوقنا ورفع الظلم المسلط علينا وعلى إخواننا. اللقاء الوطني الذي شارك فيه 42 ممثلا عن القطاع تمخضت عنه حركة احتجاجية بعد رمضان، والسبب 46 مطلبا عالقا. نأخذ ولا طلب ما عاد تسوية القائمين بالإمامة الذي كان له الفضل والسعي والأخ الأخ المناضل سيدي سعيد عبد المجيد الذي طلب من دولة الوزير الأول، ولدينا الرسالة الصحيحة المرفقة أنه بهذا الطلب وبهذا التدخل أدمج 1200 أو 1800 قائم الإمامة. آلاف الأئمة وموظفو الشؤون الدينية ينتظرون تسوية وضعيتهم منذ سنوات، وفي انتظار فك ألغام القطاع قبل انتهاء المهلة المحددة، هل يتدخل الوزير أم الرئيس؟